عشان تلاقي منتج وكمان دارس طبيعي. يعني مش دور المنتج انه هندرس، دور المنتج ان يكون عنده حس فني بس. مهم يعني ان المنتج يبقى عنده باك جراوند او خلفيه فنيه، ده طبعا بيساعده في الحس الفني، بيعرف يختار، بيعرف يشوف الصوت مظبوط مش مظبوط. سمعكم اغنيه اسمها وانا معاك، كلمات الشاعر جميل اسمه سلامه علي، لحن فنان جميل ملحن اسمه وليد منير، وتوزيع احمد عبد السلام. ان شاء الله تعجبكم. وانا معاك حسيت براحه انا عمري قلبي ما حسها، وانا معاك حبيت حياتي عشان معاك كملتها. الجديد في ساره انها بتلحن وبتكتب الليركس كمان، الاغنيات، وعندها كمان رؤيه. في حاجات كتيرة بحب أعملها بس بلاقي عيون بتبص لي على إن اللي عملته شيء من الجنون. طب فيها إيه دي؟ تجارب بتعلم منها حاجات، صح ولا غلط؟ المسألة عندك غير عندي أنا. ريدي في الحقيقة هو عنده خبرة كبيرة، هو ممثل وهو أشهر فويس أوفر أرتست في مصر دلوقتي، والأول مرة في مصر فقط وحصريا. لمزيد من المعلومات اتصل بنا على النمرة اللي أنا هقولها لك دلوقتي. معاكم مستر ريتشارد الحاج ومستر ريدي، برنامج يا ليل في قناة ماي. لا مش كده، مالك تقلن كده ليه؟ ما باجيش كده، قلبي ما تركبش عليه. ايه ده ايه ده، شكلك بتعيش جرى ايه كده وكده، ولا ده جد ومن ايه؟